أهلا وسهلا بكم. هل المتهم أن يطلب حضور محامي يدافع عنه أثناء المحاكمة على نفقة الدولة إن ما كان عنده قدرة أن يحضر محامي على نفقته الخاصة؟ نقول نعم، أجازت المادة 139 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحة التنفيذية بأن لكل متهم بالقضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف أن يطلب من المحكمة حضور محامي على نفقة الدولة للدفاع عنه، وذلك من خلال طلب كتابي يقدمه لإدارة المحكمة. إدارة المحكمة تعيد هذا الطلب فوراً للدائرة المختصة بنظر القضية. الدائرة المختصة بنظر القضية إذا وافقت على الطلب، إدارة المحكمة ترفع خطاب لوزارة العدل لندب محامي لحضور جميع الجلسات عن المتهم والدفاع عنه وفق آلية الاستعانة بمحامي على نفقة الدولة، والموضحة هذه الآلية بقرار معالي وزير العدل وفقها الله رقم 1529 بتاريخ 6/5/1439. ولأهمية حضور المحامي مع المتهم فقد نصت المادة 16 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 27/3/1430، ورد بهذه المادة مجموعة من الحقوق للمتهم ومن ضمنها حق المتهم بالاستعانة بمحامي يدافع عنه مجانا أثناء المحاكمة.